مكرمنا ببروز أنوار الرسالة ووضوح التبيان والتعريف والدلالة. اللهم صل وسلم على خاتم المرسلين عبدك المصطفى سيدنا محمد، هادينا إليك ودلنا عليك، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيله إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام معنا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم في العقد الأخير من عمره الشريف خلال العشر السنوات التي قضاها، فكانت عجائبها عظيمة في الوجود. عشر سنوات كان فيها البيان والإقامة للأمر والنصرة للدين وتوضيح كل ما يحتاج إليه الناس وأداء الرسالة كاملة، فتركنا بعدها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فصل يا ربي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم. فابتدانا في السنة الأولى من سنين العشر الأخيرة من عمر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي السنة الأولى من الهجرة التي مرت بما فيها من شؤون وأحداث أشرنا إلى بعض منها، حتى كادت السنة أن تنتهي، فجاء الإذن باستعمال القتال للمحاربين والظالمين والمنتهكين الحرمات والمعاندين المستعملين لقواتهم في الصد عن الحق ورد الهدى وفي ظلم الناس وأخذ أموالهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقلنا أن ذلك كان في شهر صفر، فجاء الإذن بالقتال، وبذلك مضت حجة الله ومحجته وشريعته التي أقامت لنا ما نحتاجه في مواجهة الشؤون المختلفة، ومن جملة ذلك ما اقتضت حكمة الله أن لا تخلو الأرض بين هذا الصنف المكلف من الناس عن مضاد ومعاند وظالم ومستبد وفاجر ومستعمل للقوة في مقابلة الآخرين. فشرع الله تبارك وتعالى مقابلة استعمال القتال والسلاح بغير حق، شرع الله استعمال القتال والسلاح بالحق في مقابلة استعماله في غير الحق بغير حق. فكانت تلك حكمة الله تبارك وتعالى في براياه، وهو العليم الحكيم. وكان البيان الحسن من سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في كيفية القيام بالأمر هذا وكيف يكون وكيف يرتب وينظم وكيف ينطلق فيه وعلى أي الوجوه. فالحمد لله على شريعة الكمال وعلى شريعة الهدى، وجعلنا الله وإياكم من أسعد الناس بما شرع وبما بين وبما وضح، وجعلنا في أهل الاقتداء الخالص بكامل الصدق معه في جميع الأحوال. فخلال شهر صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الآخر، خمسة أشهر تمت فيها سرايا وأربع غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الأشهر الخمسة. ففي شهر صفر في 12 منه خرج لأول غزوة غزها بنفسه ومعه جماعة من خصوص المهاجرين، لم يخرج معه بأحد من غير المهاجرين، فخرج بالمهاجرين إلى ودان التي هي الأبواء عند المكان الذي يذكره، وقد كان في سن السادسة قريبا من ذاك المكان
يذكر وهو في سن السادسة، ويذكر فيه وصية أمه له وإلقائها الأبيات له في الوصية، وتنهاه عن عبادة الأصنام، وتخبره أنه إن صدق ما رأت فيه فسيكونن له شان، وهو نبي هذه الأمة. فهناك لم يلقى الحرب، ثم صالح بني ضمرة كما تقدم الكلام عما كتب إليهم، ثم عاد. ففي شهر ربيع الأول خرج عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بواط، وعاد عليه الصلاة والسلام في تعرض لعير، وعاد ولم يلقى حربا، فكانت غزوة العشيرة، ويقال لها العسيرة بالسين، ولا يقال لها العسرة، إنما العسرة غزوة تبوك الجاية في السنة التاسعة من الهجرة. فهذه ناحية ينبع نحو الحجاز، وهناك مروا على البحر، فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه فوق 200 من المهاجرين أيضا. فكانت الغزوات هذه الأولى 3 لم يستصحب فيها إلا المهاجرين، فتوجه يعترض عير قريش، وذلك في جمادى الأولى، ورجع في جمادى الآخرة. خرج في آخر جماد الأولى متوجه نحو ينبع على نحو 6 فراسخ من المدينة المنورة، وهناك وجد الخبر أن العيرة قد فاتت بأيام، وهي هذه العيرة الكبيرة التي هي أكبر عير لقريش، خرجت في تجارة لهم، فبلغ مبلغ الدنانير فيها 50,000، والجمال فيها 1,000 بعير، وفيها أموال كثيرة، حتى أن كل من كان يملك أكثر من مثقال من قريش ساهم في هذه التجارة وفي تلك العير. فبلغ النبي أنها قد مضت قبل أيام، فأقام أياما، وحتى مضت بعض الأيام من جمادى الثانية، ورجع عليه الصلاة والسلام بمن معه. وفي صحيح مسلم وقوع ما شكوا إليه عليه الصلاة والسلام من الجوع أصحابه، فدعا لهم أن يطعمهم الله، وقال لعل الله يطعمكم، وقال فألقى إلينا البحر بحوت كبير، قال وجينا بالنار نخرج منه جوانب نشوي، قال حتى دخلت يقول بعض الصحابة أنا وفلان وفلان إلى 5 وسط مقور العين، واستوعبنا وتغطينا فيه بحيث ما يرونا ونحن وسط العين، وسط عين الحوت. قال ثم خرجت وأخذت ضلع من أضلاعه فوضعته على الأرض، قال ثم نظرت إلى أعظم جمل وأضخم رجل وأعظم رحل، فجعلته عليه وقلت له مر، فمر من تحته ما طاطى رأسه، ما وصل إليه من كبر هذا الضلع لهذا الحوت، فأطعمهم الله تبارك وتعالى. وانظر في غزواتهم يطرقهم الجوع لعدم توفر المآكل والتغذية، وبأي غذاء يغذى هؤلاء القوم، وبهذه الصورة يخرجون إلى المقابلة وإلى الحروب، ما أصدقهم مع الله وهنيئا لهم. رجع عليه الصلاة والسلام في جمادى الآخرة، لما رجع من هذه الغزوة الثالثة في جمادى الآخرة ما بقي في المدينة إلى 9 ليالي، فجاءوا أن كرز قد أغار على سرح المدينة، وأخذوا لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في طرف المدينة في نواحي رعيها في بعض المزارع. فخرج صلى الله عليه وسلم عليهم في جماعة من الصحابة، رجع 9 ليالي وجلس، وخرج عليه الصلاة والسلام بعد 9 ليالي أو 8، فخرج ومضى
فلم يدركهم أيضا وعاد، فبعد ذلك أسلم هذا كرز بن عامر، ثم استنقذ اللقاح التي أخذت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرنيين وردها إليهم. مكث عليه الصلاة والسلام ما تبقى من جمادى الأخر رجب وشعبان، جاءت رمضان، في شعبان نزل فرض صوم رمضان، فكان أول رمضان يفرض صومه وصام الناس، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صام الناس رمضان، عدت 10 ليالي من رمضان، العير رجعت من الشام، عير أبي سفيان التي مرت أول تعرض لها وقد فاتت، فالآن راجعة من الشام، فبدأ يخرج يتهيأ للخروج، وهي معه الأنصار فتحنا الباب ولا يخرجون. في الغزوات الأولى ما كان يستصحبهم، متعمد أخرهم تركهم، فاستصحبهم في هذه وقال لسيدنا سعد: ما ترى لو خرجنا إلى عير قريش لعل الله ينفرنا إياها ويغنمنا إياها؟ قال: معك يا رسول الله، بسم الله نخرج. فأشاع عند الصحابة وأخبرهم أنه يريد الخروج ليتعرض لعير قريش الراجعة، وما كان فيها إلا نحو 30 نفر، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ب300 وشيء، وهؤلاء نحو 30 و40 راكب، ما هناك حرب، ما بيقدر 30 و40 أن يقاتلوا 300، إنما يأخذون العير. فلم يتوقع الناس أن يكون هناك حرب، خرج واستعمل على الصلاة سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، ورد أبا لبابة من الروحة ليحكم بين الناس ويقضي في المدينة، يكون والي عليهم، وخرج فقال: من كان زاد حاضر فليخرج. فمن خف ونشت من الجماعة فكانوا، فخرج إلى ناحية قريب من المدينة يجمع فيها الجيش، يجمعوا ونظر إلى الصغار منهم يردهم، فكان جماعة كبيرين من عظماء الصحابة ردهم لصغر سنهم، فيهم سيدنا عبد الله بن عمر، فيهم سيدنا زيد اسمهم ثابت بن زيد، زيد بن ثابت، وفيهم زيد بن ثابت بن أم، فيهم مجموعة من كانوا من عظماء الصحابة فيما بعد ردهم. ده فيهم عمير بن أبي وقاص، كان في 16 سنة، استصغروا صغروا، قال له: ارجع بقى، فأجازهم رجعنا. فكان أحد 14 الذين استشهدوا في بدر، واللي استشهدوا في بدر سبحان الله عمتهم من صغار كبار عند الله سبحان الله، حارثة في 18 وهذا في 16 سنة، وكلهم في سن. خرج بعدها قال: عدوا الجيش. كم عدوهم له؟ قالوا له 313. فشر بذلك، قال: هذه عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، الذي جاوزوا النهر معه هذا العدد. ففرح بذلك ومضى بهم عليه الصلاة والسلام متوجها لمقابلة العير. لما قارب الحجاز عند رجوعه من الشام أبو سفيان حذر وخاف أن يكون شيء، فأخذ يترقب الأخبار ويتحسس، فبلغه الخبر أن النبي خرج جماعة من أصحابه، ففزع وخافه شديد، وكتب كتاب وأرسل لمضم بن عمرو الغفاري إلى آل مكة يزعجهم ويحركهم، وأمر أن يعبر بأقوى تعبير في اصطلاحاتهم وأعرافهم، وقال له: اجدع الجمل وقطع أنفه واسمه أذنه وقلب الرحل وشق قميصك، ونادهم وقل لهم: اللطيمة ثم ادركوا محمد تعرض لعيركم فاخرجوا إليه.
استأجره وأرسله مسرعا نحو مكة. قبل ذلك بمدة وصل سيدنا سعد بن معاذ إلى مكة معتمر، فنزل على أمية، نزل على أمية مخلف، لأن أمية كان عند طريقه إلى الشام، إذا مر ينزل على سعد بن معاذ، فكانت بينهم صداقة في الجاهلية. فنزل على أمية وقال له انظر لي وقت يكون الناس فيه في بيوتهم، وخفوا لأطوف بالبيت. فقال له وقت الظهيرة والناس وقت الغداء، فخرج به يطوف، صادف أبو جهل يخرجي. ووصل أبو جهل، من هذا معك يا أمية؟ قال أنا سعد بن معاذ. قال أبيتم محمد بالصباح وزعمتم أنكم ناصرونهم، لو لم تكن مع أمية لم ترجع إلى أهلك سالما. قال له اسكت، قال إن منعتني الطواب بالبيت لأمنع عنك طريقك إلى الشام. قال له لا ترفع صوتك، هذا سيد الوادي. صاحب أمية يقول هذا سيد الوادي أبو الحكم بن هشام، لا ترفع صوتك. قال له تلاحى معه سيدنا، قال له لا ترفع صوتك، هذا كرر معه. قال وأنت اسكت، فقد سمعت رسول الله يقول أنهم قاتلوك. قال أنا زينة. قال أنت. فكاد أن يحدث في نفسه من الفزع. قال فين أبي مكة؟ قال لا أدري. قال قاتلي؟ قال والله ما كذب محمد، قلت يعرفون صدقه صلى الله عليه وسلم، يعرفون أمانته. فرجع إلى أهله قال ما تدري ما يقول أخي اليثريبي؟ قالت ما قال أخو. قال سعد يزعم أنه سمع محمد يقول أنهم قاتلية. قالت بمكة وغيرها؟ قال لا أدري. قالت والله ما كذب محمد، تقول ما كذب محمد ما يكذب. قال لا أخرج من مكة، عاد هذا اليوم لا أخرج من مكة. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الكلمات وأخذ أصحابه له، وكأن سيدنا سعد مكان قربه ومحله في الأنصار سمع الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا مستغرب غريب، وليس مما ينشره بين الناس ويكلمهم في أنه يقتل فلان ويقتل فلان، يرفع عدو أول وصوله إلى المدينة المنورة. وقد سمع الخبر سعد وعرف بالاسم فلان بن فلان سيقتل، وقلت له كيف تلقف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه، ولما أغضبه أظهر ما عنده سيدنا سعد، وقال له حتى أنت بيقتل هناك. كاد يحدث في نفسه مسكين. مرت الأيام وإذا برؤيا عاتكة كما تسمعون في كتب السير، وشان المرائي وإشاراتها وما تعرفون من مكانها ومن منزلتها ومن وقوع الناس بعد ذلك، ما بين عدم اعتبارها وإنكارها وما بين إنزالها فوق منزلتها كحال كثير من المسلمين، إما مرائي هذا ما له التفات لها أصلا، وإما أعظم شيء الرؤية. وكأنه يريد يبني حتى مسركه على الرؤية. ونقول الرؤية مما يجعله الحق تبارك وتعالى منفتحا من أبواب تصويره الأمور والأشياء على بصائر الناس في منامهم، وذلك يختلف من شخص لآخر، ولهذه المرائي إفادات وإشارات، إلا أنها لا تتعلق بأصول السلوك، ولا يمكن أن تجعل في ميزان مع الأوامر والنهي والشريعة قط أبدا. فما يتأتى أن أحد يجعل الرؤية في مقابل أمر أو نهي أو يبني عليها سلوكا، وإنما فيها الإشارة والتنبيه والتوجيه، وكما قال الله في الملائكة وما جعله الله إلا بشرى
يقول تطمئن قلوبكم به. فهذه منزلة الرؤية. فكثير من الناس يخبط ورأيت درعا ودرعا ويرشل عقله إلى المرائي يترك النصوص، يقل اهتمامه وأدبه مع النصوص الحق ورسوله والعمل بها والقيام بأمرها، ما شغول بالرؤية. يا بلا حس، يا بلا عقل. هذه الرؤية إذا جاءت دلتك على كيفية العمل وإحسان العمل بهذا، الأصل هو هذا، الأصل هو العمل بما قال الله وقال رسوله والبناء عليه. الرؤية فقط مطمنة ومشيرة ومبينة بعض الشيء، حكمة من حكم الله تبارك وتعالى، لكن انتهاجك وانتهاضك للطريق واضح ومعالمه واضحة ومسالكه واضحة وبدوره ساطعة نيرة، ما تحتاج إلى تردد ولا إلى تقاعس ولا تقصير في الواجبات، منتظر رؤية أو مبني الأمر على رؤية أو فلان رأى وفلان سيرى. قد بين لنا ما نحتاجه على لسان خير من يرى ومن يرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأكرم. فما يكفيك هذا، كفى، قم انتهض بعزيمتك وامضي في سبيلك. فهذا شأن رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت رؤيا هالتها، دخل عليها، أرسلت للعباس أخيها، جاء العباس بن عبد المطلب، وقد كان ممن يكتم إسلامه فسط مكة المكرمة، فجاء إليها قالت يا أخي رأيت رؤيا أفسعتني، ولا يدخلن عليها من على قومك منها شر. قال ما رأيتي؟ قالت رأيت في مير النايم بارحة أن رجلا مثل به بعير في أطراف مكة، فصاح يا أهل غدر، يعني أهل الغدر والمكر والحيلة والكذب، اخرجوا إلى مصارعكم في ثلاث. قالت فاستمع إليه الناس فمثل به بعير إلى المسجد، فدخل المسجد والتف الناس حوله فمثل به بعير على الكعبة، قال يا أهل غدر اخرجوا إلى مصارعكم في ثلاث. قال ثم مثل به بعير فوق جبل أبي قبيس فصاح عليه يا أهل غدر اخرجوا إلى مصارعكم في ثلاث. قلت واحتمل حجرة فرما بها فوصلت في أسفل الجبل فارفضت فتوزعت على بيوت مكة، فدخل في كل بيت منها ثلمة. قال والله إنها للرؤية وسيكون لها أمر فاكتمي. قالت وأنت اكتم لو تخبر أحد. قال مرة هرج لقي الوليد كان صديقه ابن عتبة، فجلس معي يتحدث، فقص له الرؤية وقال له استكتمه يا، قال لا تخبرني أحد. راح الوليد لعند أبوه، أبوه قال له أن عاد كرات كذا 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 كذا، وراح يتحدث بها. ففشت في أهل مكة عاد كرات كذا كذا، الناس يتحدثون يتكلمون. سيدنا العباس جاء في اليوم الثاني يطوف بالكعبة، ودخل وأبو جهل مع جماعة من قريش يذكرون رؤيا عاتكة، فلما رأى العباس قال له يا أبا الفضل إذا انتهيت من طوافك فتعال. أكمل الطواف وجاء جلس معهم. قال لما جلست يقول له أبو جهل ما خبر هذه النبية التي ظهر فيكم؟ يقول قال ماذا؟ ماذا؟ ما كان؟ قال عاتكة أختك قالوا إنها ترى رؤيا. قال ليش ما رؤيا؟ قال ما كان مني كبير عمر إن إلا أني في هذا الموقف أنكرت أن تكون رأت شيء وسمعت شيء ما سمعت شيء. قال إنهم يقولون إنها في رؤياها تقول في ثلاث، فسنمهلكم الثلاث، فإن حصل شيء وإلا كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب، أكذب بيت أنتم في العرب، أنتم يا بني عبد المطلب، أنتم ما كفاكم يظهر فيكم نبي تظهرون فينا الآن نبيا؟ مستهزئون.
قال فما كان مني لأن أنكرت. قال فلما كان الليل ما بقيت امرأة من بني عبد المطلب لجيني لي وقلنا تتركه هكذا وما كان عندك غيره ولا كبير أمر، ما كفى أن شب رجالكم حتى يصل لنساؤكم الآن ويتكلم عليكم. قال فهججني وقل علمتني كسرت، فقلت لا أتعرضن له ولا أخذن منه. قال فجئت في اليوم الثالث وقال له اخرجوا إلى مصارعكم في ثلاث. قال خرجت أطوف فعمدت نحوه، رأيت جهل هناك عمدت نحوه أريد أن أكلمه يكلمني لي أتساب معه وأرد عليه. قال فما هو إلا أن أقبلت وإذا يجري يجري يعدو. قلت ما به، قاتله الله يعني الله، هذا فرق مني، فزعان مني الآن أن بكلمه. وإذا به سمع ما لم أسمع، سمع صوت ضمضم بن عم الغفاري قد وصل يناجي اللطيمة اللطيمة، جاءت بدت الرؤيا حقاتك. وشغله ما شغله التهى عن العبث. قال فشغلني الذي شغله واجتمع والناس وإذا بالخبر وضمضم يقول اللطيمة يعني العير الكبيرة التي تحمل الطيب وتحمل ادركوها. فأجمعوا الناس وتجهزوا في ثلاث. جاء أمية دخل البيت قال أنا ما أخرج. تقول لزوجته ما تذكر ما قال لك أخوك اللي تربي صاحبك اللي من المدينة ذاك اللي جايش؟ قال بنان ما بأخرج معهم. قالوا أبو جهل ها ما تريد تخرج أنت؟ أنت سيد الوادي وإذا رأك الناس تخرون تخرج معنا يومين ثلاثة ورجع. قال كيف؟ قال لابد تخرج يومين. رأى متردد ألا يجلس مع جماعة من قريش، راح جاب بخور حط فيه طيب وقربه عنده. قال تبخر أنا ما أنت من النساء. قال جلسه ها. قال الناس رجال بيخرجون أنت ما تخرج. قال أخرج معكم. وجمع مالهم مال وأعطاهم إياه وخرج. جاء جهز. قال جهزي. قال ما سمعت ما قال أخوك اليثربي صاحبك هذا؟ قال إنما أمشي معهم يوم ويومين وأرجع، ما بأصل معهم إلى محل قتال ولا غيره. فجهز نفسه على غير يمشي كل يوم يقول بيرجع يمشي بيرجع يمشي لما جاء إلى مصرعه. خرجت قريش وجمعت جموعها فاجتمع 950 مقاتل معهم 200 فرس ومعهم عدتهم وآلتهم وسلاحهم وطعامهم، وزادهم كل يوم واحد منهم يقول علي اليوم يطعم الجيش، فينحرون يوم 9 ويوم 10 يوم 9 ويوم 10. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك والصحابة اللي خرجوا معه معهم 70 بعير قريب ما بين 70-80، العدد 300 لذلك. كل 3 يتعاقبون على بعير واحد لهم. سعد أما الذبح ماشي يذبحون ذلك يذبحون شعير، ما وجدوا ما يركبون ظهر لهم يمشون عاد الله يذبحون من عند يذبحون ما عندهم شيء. الأفراس اللي معهم 2 بس، المقداد كان فارس والثاني الفارس أيضا يقال له الزبير وقال غيرهم مثل، فما معهم غير الفرسين. هناك 200 فرس وما معهم من السيوف إلا 8 صحابة، هم 8 سيوف الباقي سهام، سهام معهم أقواسهم وسهامهم، السيوف 8 سيوف. هذاك عدد كبير من السيوف والرماح مع قريش. خرجت قريش والنبي في الطريق. أبو سفيان
لما دنت العير من الحجاز كان في خوف قد بعث هذا. فلما قارب وصول بدر، والنبي أيضا هناك قارب وصول بدر مع الصحابة، أخر العير ودخل بنفسه واحد، ويجي إذا عندما بدر محل بير يستقى منها، وحس الواحد هناك من المشركين من أصحاب يقول له رأيت أحد هنا ورأيت شيء ينكر؟ قال ما رأيت شيء ينكره والله إلا راكبين. الراكبين ده أرسلهم صلى الله عليه وسلم، كان أرسل جماعة يترقبون خبر العير هذول، فأرسل الاثنين قال لهم اذهبوا نحو بدر وانظروا خبر العير. فأناخوا راحلتهم وجاءوا يستقون الماء، فوجدوا ساقية مع أختها تتنازع على مال لها، تقول اعطيني مالي، تقول اصبري علي إنما تصل الغير الغد أو بعد غد وأعطيك المال، أخدم لهم يعطوني الأجرة وأعطيك مالك. فهذا دخل بينهم يخلص بينهم المشرك الموجود هناك، قال لها صدقت العير ستصل الغد وبعد غد، خذوا الخبر ورجعوا مسرعين، ملوا الماء ورجعوا مسرعين للنبي صلى الله عليه وسلم، خبروا قالوا أن العير تصل في هذا المكان الغد وبعد الغد. وصل بعدهم أبو سفيان يقول له رأيت حد؟ قال ما رأيت شيء ينكره، ولكن رجلين يستقيان أخذوا ماء في شن لهم وذهبا. قال أين مناخ بعيرهم؟ قال عند هذاك التل أنا أخو البعير. جاء إلى عند مناخ البعير حصل بعر، ففت البعر فظهر نواء، قال هذه علاء في يثرب، هذول أصحاب المدينة محمد وجماعته. فرجع مسرع وحمل العير إلى جهة الساحل، وراح بعيد من بدر وذهب إلى جهة الساحل يمشي من بعيد هناك وجرى حتى اطمأن على أن العير مشت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر يتحسس الأخبار، مروا وإذا بشايب هناك ساكن في البادية يقول له ما بلغك عن قريش ومحمد؟ قال من أنتم؟ قال له صلى الله عليه وسلم أخبرنا نخبرك. قال أذاك بذاك؟ قال نعم. قال بلغني أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صدقهم اليوم في مكان كذا للمكان الذي فيه النبي وأصحابه، وبلغني أن قريش خرجوا يوم كذا، وإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم في موضع كذا للموضع الذي فيه، فممن أنتما؟ قال النبي نحن من ماء. ومضى مع سيدنا أبو بكر ورجعوا للشيخ من ماء من العراق، هم هذه قبيلة ماء ظن أن قبيلة اسمها قبيلة ماء، يقول هم من العراق ولا من أين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه في حالة الحرب يجوز له أن يكذب ليعمي على الكفار ما كذب، واستعمل هنا التورية والمعاريض ولم يكذب، وقال له نحن من ماء، الله خلقنا من ماء، لا الله خلق كل دابة من ماء، فنحن من ماء من ماء، قالوا نحن من ماء. وما شاء الله عليه وسلم فجعل الرجل يقول من ماء أم من العراق؟ هم ما من ماء ما يعرف قبيلة بهذا الاسم. فرجع صلى الله عليه وسلم فأخذ يستوثق من أصحابه ويستطلع ماذا عندهم، معه من المهاجرين 64، باقي الجيش كلهم من الأنصار، فبقي يستوحي مشاعرهم وأحاسيسهم، وكان قد أهيأهم وأعدهم عليه الصلاة والسلام، وماذا يكنون وكيف حالهم عند مقابلة هذا الجيش، وهل سيقابلون؟ يا معشر الناس أنكم خرجتم تريدون هذه العير، وإن أبا سفيان قد مال بها جانبا وإنه استنفر لها قريش فخرجوا فأشيروا علي. قام سيدنا أبو بكر وأحسن المقال وجلس، قال النبي أشيروا علي أيها الناس،
قام سيدنا عمر تكلم مع سلام جلس، قال أشيلوا علي أيها الناس. قام سيدنا المقداد بن عمرو قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن امضي لما أردت، والله لا نقاتلن عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك، ونقول اذهب أنت وربك فقاتل إنها معكما مقاتلون. فسر وجهه واستبشر صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير وقال أشيروا علي أيها الناس. فتفطن لها سيدنا سعد بن معاذ يقول كأنك تعنينا يا رسول الله، تعرف ما عندنا نحن الأنصار؟ قال أجل، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جيت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق، ولعلك خريت تريد أمرا فأراد الله غيره، فامضي لما أمرك الله، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غد، إنا لصدق في الحرب لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر بعينك يا رسول الله، والله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد من الحبشة لسرنا معك، ما تخلف منا رجل، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخبناه معك. يا رسول الله سالم من شئت وحارب من شئت، ونحن حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت، وإنما أمرنا تبع لأمرك، خذ من أموالنا ما تشاء واترك منها ما تشاء، والذي تأخذ أحب إلينا من الذي تترك. سيدنا سعد بن معاذ كان معهم، بن عبادة كان معهم، كان تشاور مع سيدنا سعد وقدم سعد بن معاذ يتكلم. سر وجهه حتى كأنه في القت قمر، التفت إليهم يقول إن الله وعدني إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، سيروا وأبشروا وأملوا ما يسركم، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ومضى عليه الصلاة والسلام، وكان البحث لا يزال جاري، ويتوقع بعض الصحابة أنهم يمكن يحصلوا العير، لكن النبي قد قال لكأني أنظر إلى مصارع القوم، فمن تفطن لها من الصحابة عرف أن العير خلاص ما عاد شيء، روحت الآن قتال جاي مقبل، مصارعة مع القوم. فمضى بهم عليه الصلاة والسلام نحو بدر، فجاء الليل وهم متعبون من الطريق فمالوا وناموا، فما منا أحد قالوا لا نايم إلا رسول الله عند شجرة قائم يصلي وهو يدعو. كان في الموقف لما خرج، أول ما خرج من المدينة وقف في المحل الذي جمع في الجيش وتوجه إلى أهل المدينة ويدعو لهم البركة، ويقول لهم يقول إن إبراهيم عبدك وخليلك حرم مكة، وإني محمد عبدك ورسولك وخليلك أدعوك لأهل المدينة بما دعاك بإبراهيم لأهل مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وتمرهم وثمرهم. ومضت بتلك الليالي مع الصحب الأكرمين، هم يأخذون الأخبار من هنا ومن هناك، حتى كان ذاك اليوم الذي أشرفوا فيه على بدر وناموا ولم ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا الصباح. فأرسل سيدنا علي وجماعة يترقبون خبر الجيش قريش خلاص ما عاد في العير، ولا يزال الرجاء عند جماعة من الصحابة أنهم يحصلون العير. فوصلوا إلى ما بدر فوجدوا راوية لقريش، جماعة أرسلتهم الجيش أرسلوهم مشان يأتونهم بالماء، فأخذوا منهم اثنين وجاءوا بهم إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه قائم يصلي. قالوا لهم ما خبر أبي سفيان؟ قالوا ما نعلم عن أبي سفيان شيء، ما نعني إلا مع الجيش خرجنا، هذه قريش وراء هذا التل. قالوا ضربوهم، قالوا بس كفوا نخبركم.
عن العير فوقفوا عنه. فلما تركهم قالوا ما نعرف عن العير شيء، هذا قريش وراء هذا التل، ضربوهم. قالوا بس الكفون خبركم عن العير. النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه يصلي، كمل الصلاة، قال ما لكم إن صدقاكم ضربتموهما وإن كذبكم تركتموهما. صدقة هم من قريش، من علم هذه قريش وراكم، ما هم من العير. ما خبر قريش؟ قالوا خرجوا فيهم. كم عددهم؟ قالوا كثير. كم ما ندري كم. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا يوم 9 ويوم 10. قال القوم بين 900 و1000. يعرف من عادتهم أنهم ينحرون الجزور 100، وأقول يوم 9 ويوم 10 ما بين 90، فكانوا 950. من فيهم؟ قالوا الحكم بن أبو الحكم بن هشام، أبو البختري بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وفلان وفلان. التفت إلى صاحبه وقال هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها، وأمرهم أطلقوهم ورجعوا. مضى في ليلته الثانية حتى وصل إلى المكان في يومه الثاني. وصل إلى المكان، كانت ليلة الجمعة ليلة 17، له الآن خرج يوم 9 من المدينة المنورة في رمضان، هذا أول صوم مبتدا في أول أيام وهو صائم في السفر. فلما رأى ذلك يشق على الصحابة أفطر، بعد ذلك أمرهم نفطر ليقضوا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أصبح يوم الجمعة 17، في مساء يوم الخميس وصل إلى بدر، فساب قريش إلى محل الماء، فوصل إلى ماء فأقام هناك. فجاءه الحباب بن المنذر، رسول الله هذا منزل أنزلكه الله يا مال، نتقدم أنه تأخر، وهو الراي والحرب والمكيدة. قال بل هو الراي والحرب والمكيدة، ما عندك؟ قال فإن هذا ليس بمنزل. لما؟ قال أرى أن تمضي على هذه المياه حتى نأتي إلى أدنى ما من القوم ونجعل لنا حوض ونجعل في ماءنا ونشرب ولا يشربون. قال أشرت بالراي، انهض قام والقوم. وأمرهم أن ينفذوا ما قال الحباب، فنفذوا وبنوا الحوض وجمعوا فيه الماء. وقال سيدنا سعد بن معاذ، رسول الله أنا أرى نبني لك عديش هنا. ليش؟ قال يا رسول الله نلقى عدونا غد، نجعل ركائبك نحو العرش وتكون في العرش، فإن انتصرنا كان ما أحببنا، وإن كانت الأخرى ركبت ركائبك فلحقت بأقوام ما نحن بأشد لك محبة منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، فترجع إليهم ينصرونك ويقيمون معك أمر الله ودين الله تعالى. دعا له صلى الله عليه وسلم بخير وبنوا العريش، فكان فيه هو سيدنا أبو بكر الصديق. وبات صلى الله عليه وسلم تلك الليلة التي نزل فيها المطر، ثبت الأرض عند المسلمين ومحل المؤمنين، وأكثر الزلق في أماكن الكفار والمشركين حتى صعب عليهم المشي. وبات صلى الله عليه وسلم في مناشدته لربه ودعائه وتضرعه وابتهاله، مع أنه في اليوم اللي وصل فيه يوم الخميس. قال هذا مصرع أبي جهل، قال ووضع يده في الأرض، ثم انتقل محل وقال هذا مصرع أبو البهتري ووضع يده على الأرض، وانتقل محل وهو يضع يده، يحط يده في محلهم، حتى يقول سيدنا أنس فوالله ما تخطى أحد منهم موضع يد رسول الله. كان لقينا في اليوم الثاني جثته فوق الموضع الذي أشار عليه النبي بيده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شوفوا قد قال لهم من قبل إن الله وعدني إحدى الطائفتين، واليوم حدد المصارع وبيت في إلحاح في دعاء، ما سكن ولا ركن ولا أبدا عليه السلام، ويلح على الرباب انتهلك هذه العصابة، لا تعبد في الأرض بعدها ولا تقوم القائمة للمسلمين والإسلام. يلح 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 عربه، استقبل القبلة وقام يدعو 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 حتى سقط رداءه.
حمله سيدنا أبو بكر رد الرداء والتزم من ورائه وقال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، إن الله منجز لك وعدك، إن الله سيبيض وجهك، إن الله لا يخزيك في قومك يا رسول الله. ودخل العريش فبات قائم في تضرعه وابتهاله وساجد لربه حتى طلع الفجر وأذن المؤذن وصفت الصفوف يوم الجمعة 17 يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، صلى بهم صلاة الصبح. فلو سمعته وهو يقرأ في رمضان في ذاك الساحة والصحراء من تلك البلاد وهو في أدائه المهمة الكبيرة، وعدوا الآن في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأصحابه خلفه في خضوعهم وخشوعهم 300 كما وصفهم دار عليهم. بعض المشركين أرسلوا قالوا حزر لنا القوم كم، فجاء بفرسه حول معسكر المسلمين دار ورجع قال لهم القوم 300 يزيدون قليل ينقصون قليل، ولكن انظروا حتى أرى هل لهم كمين أو مدد يجي. فراح وضرب بخيله بعيد ورجع قال لهم ما رأيت شيء، ولكن رأيت هؤلاء يتلمضون تلمض الأفاع، رأيت على إف يثرب تحمل الموت. قالوا وما أرى أن يقتل منهم رجل حتى يقتل واحد منكم، ما قال شيء، وإن أصابوا عددهم منكم ما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. هم 300 وأنتم أكثر، لكن أشوف القوم. ولما سمعوا هذا بدوا بعض العقال يتراجعون وأخذوا يحاولوا، ولكن اشتد لها أبو جهل الخبيث، والله لا يكونن ولا يكونن ولا الأخنس بن شريك جاء تسمع أبو جهل وحده يقول له يكذب محمد؟ قال ما كان يكذب على ربه وقد كنا نسميه بالأمين، ما كذب علينا اللي بيكذب على الله. قال عجيب، وليش بتقاتله؟ قالوا وإذا كان الرفادة معهم والسقاية معهم في الحج بعد الآن بيظهر فيهم نبيين، لأن بنبي مثلهم نبي، فيزيدون علينا بني هاشم. ما الله قال أنا برجع يا بني زهرة، خرجتم لعيركم. كتب أبو سفيان أرسل رسالة بعد ما رجع وتحذروا لما وصل عند بدر وهرب بعيد وراح طريق الساحل، كتب لقريش كتاب ثاني قال لهم إن قد سلمت عيركم ومالكم وأصحابكم فارجعوا. وصل كتاب قال أبو جهل نرجع ما نرجع حتى نصل إلى بدر وننحر ونشرب وتغني القيان وتسمع العرب بنا فلا تزال تهابنا. يوفوا بيقع لك هناك ذبح بتسقطون، وهو المتحمس وهو المتشدد. إذا رأيت واحد في آل الباطل زمجر صبر شوية، هذا يسوق نفسه لحتفه هناك الهلاك. فلما كلمهم هذا المشرك وقال لهم رأيت المنايا والبلايا في القوم، تراجعوا بينهم البين، وحتى أن حليف عمر بن الحضرمي في منشان القصة السابقة التي حصلت في سرية سيدنا عبد الله بن جحش قال لهم خذ أنت دم صاحبك وقل لهم علي ورجع بالناس، فقال ذلك ولكن ايت ابن الحنظلية يعني أبا لهب، وجاءوا إلى عند أبي جهل فقال انتفخ سحره لما رأى محمد وقومه فزعني، وولده فيهم فازع على ولده ونقتله. يا معشر القوم سنجعل محمد وصحابه في الحبال، قال نربطهم بكرة لا تقتلهم، قال لا تنسحبهم، يعني احنا اقوياء وهؤلاء قليل ضعاف، اللي بس بنحطهم في الحبال بنقيدهم، قال لا تقتلون ربطوا امسكوهم مسك وخذوهم اخذا واتوا بهم بنربطه واصحابه في الحبال. يقولوا بناخذهم، يعني يقول هكذا.
ولما شاف أنه بعض الناس بدوا يترجعون دعاء لأخوه عمرو بن الحضرمي، قال له قم وهيج الناس واذكر ما حصل على أخيك وانشدهم الثار. فخرجوا شق ثيابه وكشف عورته وصاح على الناس وقال وا عمرو، فهيج الناس وحركهم كما يريد أبو جهل، واستعدوا لهذا اليوم يوم الجمعة الذي ذكرنا صباحه. فما كان في ضحوته من شان عجيب بديع، هذا الذي يأتي في ختام مجالسكم لهذه الدورة في ليلة تأتي في السيرة بقية واحدة معنا. نسأل الله أن يثبتنا في ديوان أنصار هذا النبي والقائمين بحق الوفاء بعهد الله وهذا النبي، ويجعلنا الله وإياكم من الثابتين على قدمه والمحشورين تحت لوائه وعلمه، ويثبتنا على طريقه ويجعلنا في فريقه ويسعدنا وإياكم بالصدق ويجعلنا في خيار الخلق ويعيد علينا عيد أولئكم الصادقين المخلصين المقربين الثابتين الموفين بالعهود. جعلنا الله وإياكم من رفقائهم غدا، وجعلنا بقربهم من أسعد السعداء بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. سعادة كبرى هي الله لها أهل بدر، إلا أنهم قالوا إن الله يحشر مع أهل بدر عدد من الأمة، من كل قرى من الأمة عدد يحشرهم مع أهل بدر، الله يلحقنا بهم. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك.